هالمرة صاحبنا هذا اللي قرر أنه يسرق قرر يسرق بس بذكاء بحرفة. راح شاف فيلم فيلمين ثلاثة توم كروز Impossible Mission، قال لك راح أسوي خطة بحيث إيش أنزل من السقف ما أطخ القاع وأخذ المفاتيح من المحل وراح أحكي لكم القصة شلونها. القصة تقول إنه هذا الشاب قرر يسرق أبو المحل اللي يبيع ذهب الصائغ اللي هو يشتغل عنده. بعد ما أمنه خلاه يأمن به فترة وبعدين راح نسخ مفاتيح المحل. الظاهر أبو المحل وثق بهالولد هذا وقال هذا خوش وليد ومثل ابني يعتبره. هذا الولد راح نسخ المفاتيح مات المحل، محل ذهب اللي هو يشتغل به، وقال لك أروح ورا ما يعزل مفاتيح أمي بسهولة أفتح الكبنك وأدخل وأبوق براحتي. طبعاً بالاشتراك مع أصدقاء، اشترك ويا أصدقاء مجموعة من الأصدقاء يعني سوالهم شير بعملية السرقة. زين تم إلقاء القبض على هذا الشاب اللي قرر أنه يسرق صاحب المحل اللي هو يشتغل عنده. إيش قد يعني برأيكم سرق من عنده؟ قلادة، قلادتين، ثلاث قلادات، أربع قلايد، حزام، شنو اللي سرق؟ إيش قد سرق؟ سرق كيلوين ذهب، كيلوين ذهب. الله وكيلكم وفيلم جون ويك أنا ما شايفه، هي حادث أنا ما شايفه شيء. شلون تمت العملية؟ وشلون القوا القبض عليه؟ وشلون كاميرات المراقبة لكفته وهو على أساس هو يفتهم؟ قال لك أني براحتي أروح أفتح. زين كاميرات المراقبة المن خلان؟ يعني محل أبو ذهب وأنت مشتغل عنده وتعرف كاميرات، أعلمك أني أعلمك؟ استغفر الله. على العموم ألقوا القبض عليه واعترف بعملية السرقة والكيلوين الذهب اللي أخذهن. مو ماخذ لك كيلوين طماطة أنت، نعم رجعنا على موضوع الطماطة، كيلوين طماطة ما أخذت، ذهب ذهب هذا. خلينا نشوف الفيديو. كيلوين ذهب بايك، يعني مو كيلو واحد، كيلوين يعني مو حتى مو قلادة ولا قلادتين، كيلوين